طب شمس شمس اللي راح تفلي الصورة عفوية دقيقة انت تخوفين والله دائما ده اصلا بهذه المناسبة عيد الفطر السعيد نهنئ العوائل الشهداء أمهات الشهداء أطفال الشهداء الزوية الشهداء بالأجمع بهذه مناسبة سعيدة عاد علينا وعليهم وإن شاء الله يكون سنة جديدة أمن والسلام واستقرار على عوائل الشهداء على سوريا أجمع بهذه المناسبة سعيدة قمنا نحن مجلس عوائل الشهداء قمنا بالتنسيق مع مؤسسات المدنية وعسكرية نحن تنظيم نظامنا 8 كومينات سوينا على جروب 16 جروب طلعنا على عوائل الشهداء نزورنا أطفال الشهداء نطمن عليهم ونحن كرئاسة مشتركة أول زيارتنا طلعنا على مركز كوكب الطفولة أطفال الشهداء عيدناهم برنامجنا نحن لسه ماشيين على برنامجنا من نزور أطفال عوائل الشهداء بالأجمع مدينة كامل إن شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالصحة والعافية كون سنة جديدة أمن واستقرار على سوريا على عوائل الشهداء أجمع وكل عام أنتم بخير.